شو عم تساوي؟ شبك؟ مو شايفني عم رتب الصحون؟ بعرف منظرهم حلو. ناريمان، السفرة جاهزة بنتي؟ ايه شوي وبتكون جاهزة. خالي نوران عندها حدس قوي ما شاء الله. ناريمان والله هلأ بيكون جاعة كتير اختي. يعني شو أعمل؟ يدبر حاله بشي شغلة لبين ما نطلع. شوفوا قلبي مو مطمن وهو برا، بسكب له شي ليسد بطنه فيه. خلص براحتك. شو لمين عم تسكبي فخرية؟ لقيت لك يا خالتي جارو صغير هون جنب البيت وصار يعمل لما شافني أو أو، وأنا شكيت بأنه جوعان وعم حط له لياكل. إيه بس بنتي شو بدك فيه؟ هو بيدبر شي أكله وبياكله. بجوز من الخوف مو ملاقي شي ياكله. يي ولك فخرية طولي بالك، كلب ما بيحب الفليفلة. يعني لشو أنت هيك قاسية؟ بلكي كان نباتي. إيه أصلاً أنا ما ناقصني إلا الجرو تبعك. انتبهي لي شوي. خود ابني يلا تفضلوا الأكل رح يبرد. يسلموا. فخرية صرخته لهالصوت؟ أنا ما سمعت شي بالمرة. خايفة ليكون هالجرو عضة أو شي. لا 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 استني روقي أنا بروح بشوفها. ليش هيك عملت؟ ليش ليش؟ ولك شو ساويت لك؟ اه ليش ضربتيني؟ انا من الرعب ضربتك، لا تواخذني يا حب. موجوع؟ ما عم يوجعني شي. ليش خوفتني انت هلا؟ ورح ضل خوفك على طول. ايه كنت جايبت لك اكل بس خوفتني ووقعتهم على الارض وراحوا. يا حسره. انت جبتيهم مشان تطعميني؟ لا يا عيني جايب الاكل بدي احطه للقطه طعميه. طبعا هالاكل مشانك علاء. يا عيني ما أحلى هالصراخ هاد، شو عم تسوي؟ رح فوت لجوا قبل ما تشك بشي. مانك بردان هي؟ أنا منيح، بدي أتمشى شوي، بس تخلصوا أكل لحقوني. نادر أريج شو اشتقت لهالوش الحلو. وليش جايب هالشباب؟ هدول طباخين بأكتر مطعم بحبه ومتعود إنه آكل فيه، من شان يقوموا بواجبنا نحن الاثنين. إيه دليهم على المطبخ من شان يطبخوا لنا حياتي. تفضلوا. مرحبا تفضلي. تخيلي يا ريج لو انه انا وانتي ما افترقنا ابدا منقعد كنا كأنه اتنين متزوجين هلا. بس معروف إنه هالموضوع ما صار لأنه أنت تركتني ومشيت، وفوق منا بترجع لي وبتعرض هالعرض المقرف تبعك. بدي تجاوبيني، اليوم بالنسبة إلك بيعني شي؟ اليوم هو بالنسبة إلي يوم مهم كتير، لأنه هو اليوم اللي المفروض زواجنا يتم فيه لآخر العمر. كأنه تضايقتي مع أنه أنت كنت بالماضي ما تملي ولا تتضايقي. وجودك اليوم لأنه ابني ماجد ما بدي أخسره،
ولا ان اجيت للحقيقه انا رضيت لنفذ اللي انت طلبته. يا جماعة يا الله شو نعسانة، يلا خلونا ننام. ما عم صدق، باسطنبول كنت تضلي سهرانة لنصاص الليالي وهون صرتي بدك تنامي بكير. شو بيعرفني؟ الأكسجين بهالمكان نعسني. اللي بده يكزدر طول النهار بده ينعس بكير. عدو عدو خلص بلا ما ننام، والله أنا مو جايني نوم، بدي أسهر شوي كمان. وبخلصهم لهالصفات تبعاتي. فخرية فخرية صبي شاي لو سمحتي. يا الله شو أعمل؟ سليم بيك؟ نعم ليلى. ماجد بيك رح يبقى بالشركة على طول؟ ايه بس شو خطر لك هلا تسأليني؟ لا هو سؤال بس. سليم بيك؟ فايزة خانم ما رح تجي كمان؟ ما تخافي ما بتجي. ليلى انت شو صاير لك؟ مانك على بعضك، صاير شي؟ والله ما في شي، بس أنا تعبانة هلأ وبدي روح، هيك بيكون أحسن. ليلى صار لي كم يوم بسألك وما بتردي، شو مشكلتك؟ ما في شي. يو ليلى وين رايحة؟ تعي احكي لي. كبي لك شو اللي عم تساوي هاي ليلى؟ الله ياخدك. انت ما بدك تاكلي معي؟ لا ما بدي اكل. خسارة، مع انه الشباب اجوا لهون بس من شانك انت حياتي. مو هالوجبه انت كثير بتحبيها؟ يعني اذا لسه متذكر والله شو بتحبي. اسمعي، معناتها انت ما بدك تتعشي، حتى ما بدك تفتحي ولا موضوع. وعدك وين حبيبتي؟ شبك؟ ليش مستعجل؟ برأيي بلا هالعجلة. نحن اتفقنا مظبوط؟ ايه صحيح، ايه صحيح، بس بدي تعطيني وقت كمان. شايف كأنك مو مبسوطة. انت ليش مو حابة انه نكون سوا؟ ايه بس عم اقلك بدي شوية وقت. ما معك اي مجال انه تتراجعي، اوفي بوعدك وإلا رح يدرى ماجد بكل شيء. ماشي. وقت تجهزي أنا فوق مستنيكي. دعي يا ريش. شو هاد يا نادر؟ ورا؟ شوفي كريم كان من زمان عم يخدعني أنا وياكي، وهذا الإثبات أريش. أنا ماني وسخ لحطك بموقف سيء كتير مثل هاد، ولا بتتخيلي هالشي مني، ما هيك؟ بتعرفيني حدودي كتير بلتزم فيها وما بتخطاها. نادر خلص، بعترف لك انه انت بريئة من الموضوع، ولهلأ انا مجنون بحبك يا أريش. لو تعرفي شو حبيتك
وبعدني بحبك كمان. اسمعي، إذا أنت عن جد هلأ بتوافقي ممكن نكون سوا. نادر، اللي أنت شو بتقصد بهالكلام؟ بدي بصراحة أكسب كل شيء خسرناه أنا وياكي، بدي نرجع نلاقيه مرة تانية. بدي بس كون معك. أريش، لو سمحتي هدول الوراق بتقري المكتوب فيهم، بعدها ممكن تعرفي مين الجاني، مين بيكون اللي وقعنا كلنا. امشي هلأ نادر، طلع. مين انت بقى وليش ساعدتني؟ فهمني. مو المهم مين بكون، المهم هو تعرفي انه ممكن حل مشاكلك كلها. ومين عم بيقول اني عندي هاي القصص؟ فاتح هي حارتكن، امك وابوكي متطلقين، بشغلك ابوكي بامور وسخه من زمان وبيستغلك، بعدين هو دخل السجن وعم يطالبك بمصاري بعد ما طلع منه. من وين اجتك هالمعلومات؟ مو كتير انت ضروري تسالي ليش بعرفه ولا من وين. بدي تقلي شو المطلوب؟ شي واحد بس رح أطلب، أنا بالمقابل بدفع كل ديونك لأبوكي. ما بدي أعرف من شان شو؟ الشي اللي أنا هلأ بحكيه حرف بحرف بدك لنيفين تقوليه. فتحي أدنيك منيح واسمعيني. يلا بلشنا. ناريمان، شو عملنا اليوم؟ اليوم شو عملنا؟ عم ندور على البسكليت ركبنا. وشو عملنا كمان؟ أخذنا قارب صغير. يعني ما شاء الله أنت ما هديتي أبداً. وشو عملنا ناريمان؟ بالون اشترينا؟ بالون من زمان. تعي بنتي عدي هون، يلا نكمل لعب. إيه؟ شبه حتى الفرحة ما بتشتهي تشوفها بعيونها. شو عم بتقولي فخرية؟ شو عم بتتمتمي؟ ولا شي خالتي نوران، أنا عم أقول بلا ما نخليهم يفوزوا علينا هلأ ويشمتوا فينا. تمام، بلش هلأ دورنا وأنا بمثل. توقيت بلش فورا. بلشي بلشي. خالتو، شو هو الشي اللي واقف برا؟ شو بيكون؟ شو بده يكون؟ الهوا يعني؟ ايه. وشو كمان؟ شو بيكون في كمان؟ قطة وكلب جوعان. والكلب بيكون هلأ تجمد. يلا فكري نوران. فخرية يلا قلي شو اللغز ما حذرت. شجرة شجرة، شو هي يعني؟ بتكون شجرة واقفة برا وسقعت. ماشي. أها، شوفي الوقت خلاص وما ربحنا. ايه معليش، طيب نرجع بنتي منلعب مرة تانية ومنحذر هالمرة. نورا انتي ما بتعرفي انه لما بلعب معك الوقت بيمشي بسرعة كتير؟ بيمشي. ليكو عن جد انا رح موت من نعسي، خلونا ننام دخيلكم. بس بقى حشت التوابي خلقتي، والله عن جد نعستيني. ايه قوموا يلا يلا بدنا ننام بقى. تصبحي على خير خالته. وانت من اهله يا روحي. تصبحي على خير يا عيوني. يلا يا ناريمان يلا قدامي لاشوف بسرعة. على مهلك. عن اذنك. تفضل. وليلى شو ما عم تجاوبيني على التليفون؟ انت شو مفكره انك تساوي؟ مين هو؟ مين اللي طلعتي معه بالسياره؟ انت لا تتدخل، انقلع يلا. انا ما اتدخل وليه؟ ها؟ بدي مصاري وليه؟ بدي مصاري مصاري. طيب تعال عندي على الشركه وقت بدك وبعطيك. شو؟ خير يعني كانه ربحتي يا نصيب؟ والله انت لا تتدخل، ما بيخصك، حل عني. العمى يضربك.
شو منقوم؟ ما بعرف. خالتو عم تسمعي؟ خالتو نورا؟ لك شو عم تساوي فخرية؟ واضح انه غفلت. يلا بقى خلينا نروح. امشي طيب. نوران خانم شكلها ما نامت. اوه علاء، بس تعشق بنت من هي الحارة هالمشاكل تعود عليهم. لسه ما فيك تسميه عشق لهلا. شو سميه؟ ماجد. ليش تأخرتي كل هالقد؟ يعني شو ما بتقدر تتحمل شوية أفندينا؟ هاي عمتي طولت كثير لنامت. عادي. تفضلوا. اي والله يسلموا. لساتنا متزعلين؟ ما بعرف، لما خوفتني بينت كتير مبسوط. بس عن جد كنت كتير كوميدية. شوفي يا حب، انت صرت صديق جهاد وكأنه بلشت تشبهه كتير. شي بتروح وبتضربوا الناس، وشي بتصير شغلتك تتمقلس علي. انا ما توقعت انه ممكن ترتعبي هالرعب. سامحيني. ايه خلص سامحتك من قلبي. بتكون هلا عم تشوف حالها غطست لها بشي صحن حلو. وحش كأنه وين؟ والله كتير سخنة، احترقت منها. ما تواخذني، مو بقصدي ابدا. ان شاء الله ما نأذيت. ما تواخذني، باخدك هلا لعنا على البيت، بيكون في ثلج بحط لك عليها. إذا رايحين على البيت طلعي له شي نظيف من غرفتي. طيب. وعمتي؟ طيب. بتكون ما حاسة أصلاً، بس بدنا نحط تلج. إيه ديروا بالكم. حرقته. شو الوضع؟ يعني برد. بتعرفي شو؟ لما منحكي شي بتكون السما عم تشوف. يعني وقت منحكي شي بيكون عم يدور بين النجوم. يعني مثلا بس انا اقول لك بموت فيكي بيصير الكون كله يشهد على اللي عم اقوله، وطبعا بتشهد عليه كل النجوم. اذا النجوم ما كانت عم تسمع هلا كل شيء نحن قلناه وقتها بيروح على الفاضي. لهيك بدنا نسمعهم. هاي يا نجمات، أنا ماجد أرجي أغلو، بموت بناريمان سولماز، بعشقها وبحبها لآخر يوم. بحبها لآخر يوم. يا نجمات، أنا ناريمان سولماز، ماجد أرجي أغلو هو حبيبي اللي بحبه وبعشقه لآخر يوم. بدي ضل أعشقك. هاي غرفة ماجد، ليك هنيك بسرعة غير. ايه عم بستناك عند الباب. ناريمان، وينون البنات؟ ناريمان يا بنات، فخرية، ناريمان. سرع، شو حتعمل هون؟ ولا روح من هون ولا استني شوي، خليني اشرح لك. هس خلاص استني،
بس لحظة، خليني اشرح لك. طولي بالك. انا انت فهمني اخريه، تعي واضربي معي. ربي دخيلك يا رب. طيب روح لا تعطيني يعني بس هذا ما له حرامي. لا استني يلا طولي بالك، هذا مو حرامي، هذا علاء. علاء مين؟ وهي نوران. انبسطت بشوفتك. يا بنات هيك يعني بتشتغلوا من وراي؟ بتنيموني إلي وبعدين بتروحوا بتسهروا مع بعضكن؟ اسمعي هس هس، والله كان رح يوقف قلبي لما شفت واحد غريب طول الحيط واقف قدامي. هذا علاء مو غريب، واستاذ موسيقى بمدرستنا. ومنيح خبرتيني. والاستاذ ما بيفهم بالأخلاق لحتى يفوت على بيوت الناس مثل الحرمية؟ يا عمتي اسمعي، علاء بيكون رفيقنا واجا يسهر معنا، وهونيك اندلقت القهوة على تيابه. اسمعي انا ما بفهم هالحكي ناريمان، يلا خلينا نقوم على بيتنا، رح نرجع فورا. يلا يلا ابوكي رح يحاسبك انت لما نرجع على البيت. بس يا عمتي مو ظبطا نروح هلا، بابا بجوز يخاف ويصيبه شي. والله بتضايق كتير هلا عمي فايز كمان. ايه معقول حكيكم، اصلا هالفترة اخي ما ارتاح كتير. ايه دخيلك يا رب، انا منين بدي جيب الصبر، منين بدي جيبه؟ نوران خانم انا بتحمل الذنب، علاء بعته على غرفتي ليبدل تيابه. بالله يعني فكرني انا شبه وبصدق فورا. سرعت راسي خليها تكن. بدك ما تواخذينا، المفروض كنا نستنى. هلا عم تحكوا هيك؟ ما دام ما رح نقدر نروح مننام والصبح بكير منطلع. يلا لشوف يا بنات تحركوا قدامي. يلا يلا. تعوا خلونا ناكل لقمة لنمشي. خالتي نوران يعني هي صارت وصارت، شو رأيك نبقى يوم زيادة؟ ما رح ضل ولا اسمع لكم، مبارحة عشوي كنتوا رح تجلطوني كلكم، بكفي الشي اللي صار. نوران خانم معها، بدنا نرجع اليوم لأنه بعد إذنكم شو بدي أقول، المسا معتمد، أطلبها لناريمان أنا وأمي ونخلص. ماجد إيه ناريمان، مو شايف هلأ أي معنى لنأجله للزواج؟ طبعاً إذا الكل بيوافقوا عم فكر نتزوج بأسرع وقت. طيب أنا رح بسأله. يلا نيفين خانم؟ شو صاير ليلى؟ أنا ما بعتت وراكي بنوم؟ في شي مهم عندي المفروض خبرك فيه. شو يعني بدك تخبريني عن الرحلة؟ مو ضروري لأنه دريت. لا هذا الشي أهم بكتير. شو الموضوع؟ بارح ماجد إجا على الحارة وحكى مع خالي، باين الخطبة مشي حالة بين الاثنين خلص. الأهم هلأ ماجد ما طلع ابنه لكريم بيك. بابا حبيبي طيب، كلن ساعتين ثلاثة ورح نكون بالبيت. حكى شي مشان ماجد؟ ما في أي مانع عنده، بيتفضلوا لعنا أي لحظة. أصلاً عمي فايز ما في منه، هلأ معقول هدول الاثنين ما يخليهم يكملوا فرحتهم؟ الله يقدم اللي فيه الخير إلكم.
ألو، سويت كل شي طلبته منيح؟ أنا فتت لعنده وحكيت لها كل المطلوب مني. طيب شطورة، وهلأ افتحي الخزانة اللي على يسارك. شكراً كتير شكراً. بس ألو ألو، نعم يا روحي. أمي بدي أطلب إيد نريمان اليوم المساء. فايز بيك بيعرف بهالطلب وموافق، طبعاً إذا بيناسبك الموعد. إذا كان أبوه موافق ما عندي مشكلة، أنا بنوب. تكرم. اتفقنا أمي، هلأ بشوفك بس أوصل. بشوفك أمي. Başkası yok senin gibi, hayat gibi rüzgar gibi. Başkası yok her şeyimi böylesine saran. Bak hala var derinlerde, hala saklı gözlerinde. Dokunursa kalbine bir aşktır bizi yakan. Yollar zamanlar hep sana koşan, varsın olsun kötülükler dünlere kalan. Yine de sen ve ben gibi, güneşle ay gibi tutuluyoruz birbirimize. Derinlerde hala saklı gözlerinde. Dokunursa kalbine bir aşktır bizi yakan. Yollar zamanlar hep sana koşan, varsın olsun kötülükler dünlere kalan. Yine de sen ve ben gibi, güneşle ay gibi tutuluyoruz birbirimize. Alev alev ateş gibi. عمتي شو رأيك، هي ولا هي؟ شو هالسؤال؟ الفضة طبعاً. اسمعي ناريمان، هالفناجين هن ذكرى من أمك، رح ضيفهم القهوة فيهم ماشي؟ ها ناريمان، روحي غيريهم لتيابك، رح تتأخري عليهم، تحركي. طيب رح أطلع غير. يلا خليها على راحتها، ما في ضرورة تلبكي يا نوران. يلا بنتي اطلعي غيري. ليش تأخرتي هيك ليلى؟ مو قلنا لك جايين يطلبوها لناريمان؟ ليكني ما تأخرت. ايه بدلي أوعيكي على السريع. ايه امي لسه ما جهزت؟ جهزت يا بيك، هلا بتجي. هي الوردة اللي طلبت مني اشتري. ممتاز ماجد، يلا ابني انا جاهز. يلا امي. تفضلي يا خانم.
حال نوران مو معقولة. إنه جايين يطلبوا بنت أخوها، معقول ما تخبر رفيقة عمرها؟ لو ما اتصلت فيهم ما عرفت. آه؟ ناريمان المسا رح يجوا يطلبوها، بس لو ما اتصلت فيها ما كنت عرفت. نحن هيك منعمل معهم؟ إذا بيصير عنا مناسبة منخبرهم ومنحطهم فوق راسنا كمان. عود وكمل أكلك عاصي. بدي روح أتمشى أمي. زعل حالك وانقهر عليها أبني، انقهر. وناريمان رايقة ومبسوطة كتير، عملت المستحيل لتقنع أبوها. يا أمي شو مناسبته هلأ هذا الكلام؟ ليش ما أقول بنتي؟ بلكي عقله بيرجع يصحى. والله قاعدة على نار أنا. شو الموضوع؟ مالي حاسة حالي جاهزة لهلأ بنوب. لا يا، هالإحساس لشو بقى؟ يعني نفسياً حاسة إني لسه مو جاهزة، قلبي متوتر، حاسة رح تصير مشكلة كبيرة. ناريمان يا حب، ما عاد في شي رح يفرقكم، عم تفهمي؟ مو مطولة فرحتك انتي وياه والله يا خانو. امتى رح يجوا يا ترى؟ هنن عالطريق، هذا اللي خبرني اياه. ما عم بقدر اهدى، كأنه جايين إلي يطلبوني. ناريمان ليكو اجا. انزلي مشان نستقبله. ماجد ماجد، لازم نحكي بموضوع كتير مهم. أمي فوتي لجوا. أنت شو اللي جابك؟ بدي أفهم. في أشياء مهمة لازم هلأ تعرفها ماجد، ولهيك مرقت لعندك. لو سمحتي، بعرف كتير منيح شو بدك تقولي ماجد، بس أنت لازم تسمعني. نيفين خلص، أنا ما بدي أسمع أي شيء لا منك ولا من غيرك. لا تضل آخر واحد بيعرف كل شيء، بس هالمرة اسمعني. هالمرة وبعد روح. ناريمان كذابة، كذبت عليك. انت عن شو بدك تحكي؟ صبايا شو بكن نازلين هيك؟ رح تتفركشوا؟ لا والله، اصلا نحن كنا نازلين. شلون طالعين؟ طالعين بتجننوا. ماجد لو سمحت بس اسمعني هالمرة، يعني الموضوع مهم كتير. صاير عم بشفق عليكي عن جد. يلا شو بدك تقولي، احكي. ماجد لو سمحت اسمعني. لا انتي اللي رح تسمعيني. انا بحبها لهالمخلوقة، وحضرتك هاي القصة ما كنتي تستوعبيها. شو أعمل؟ شو ما رح تقولي ما رح أسمع. أنا حياتي ما رح تكون إلا جنب ناريمان حبي، عم تفهمي؟ لا كتير تتعبي، أنت بحياتي ما إلك وجود. ماجد أنا والله بموت فيك. يا ريت لو سمحتي تروحي من هون، أنا مو فاضي بنو. قلتلك ما لك وجود بحياتي. يلا امشي. تعي امي.
الباب كأنه اندق. كمان أنا هيك حسيت. وليش أنا ما سمعت؟ خالته ما رح تسمعي، بلكي دقوا ما انتبهنا، يعني بيكون الجماعة زعلوا ورجعوا على البيت. هلأ أنا بحل بمعرفتي. معناتها الباب اندق؟ بعدي هيك خليهم يتفضلوا. أهلين وسهلين، أهلين وسهلين، تفضلوا. أهلين. أهلا وسهلا. أهلين. تعو. أنا ما فيني بعد كل شي صار إني روح بدون ما أخذ بتاري منك، حتى إذا كلفني هالشي حياتي كلها. جهاد؟ يا ابن حارتي. نعم. بدك تلحقني متأكد؟ وشو فيها؟ ما أنا طول عمري بلحقك وين ما أنت بتكون. يلا قولوا فتفض معلم. شو بدي أحكي؟ ما الحكي خلص وما بقاله طعمه.